اللقاح تاع سيزونيير تاع الحمى الموسميه هذاك ما فيش مشكل، هذا كل سنه الوزارات تعمل في اكتوبر هكذا يا لقاح وراي الامور منظمه ان شاء الله، لان هذا واجب وهذا كل سنه مطلوب منا ان يكون فيه اللقاح لبعض من الاشخاص المواطنين. اما بالنسبه للكوفيد، الكوفيد احنا كل يوم راهي تغير الارقام وتغير العدد وتغير النسبه ويتغير شيء، احنا حضرنا نفوسنا والميزانيه موجوده والتعليمات اعطيت لي انايا كوزاره الصحه باش نكونوا منظمين، وكان عندنا لقاءات عديده مع السفراء مع كل من ينجو اللقاح، وحنا دخلنا في منظومه يقولوا لها كوفاكس، عدد كبير عشرات من الدول باش نتضامنوا كامل مع بعض باش نشروا مع بعض احسن لقاح باحسن سعر، او اذا كان فيه جانب اللي ما يرضيناش ما يرضيش الجميع، وعندنا طرق باش نعاودوا نسترجعوا واش مدينا. ان لما يكون لقاح يظهر ايجابي واكيد نكونوا من الاولين اللي نديروه. ثانيا لا فيه يقول بعض الخبراء ممكن ان شاء الله نتمنى ويروح هذا الوباء قبل اللقاح، والمنظمة العالمية للصحة تقول ما يكونش لقاح أقبل من نصف 2021. دونك لماذا احنا نظموا نفوسنا ونجندوا فلوسنا وننتظروا ونحافظوا على صحة مواطنينا؟ طيب القطاع الصحي وكلش ولا باش الأرقام ولا الإصابات تنخفض، لما تنخفض طبعا تكون في إجراءات اللي تخفف على التجار الصغار وممكن على النقل.